تحل بنا اليوم هذه المناسبة الغراء التي هي مناسبة تتكرر كل سنة في مثل هذا الشهر المبارك، تشامم به الجائزة المولد النبوي الشريف. الجائزة هي جائزة معروفة من خلال عنوانها، فهي جائزة مضافة إلى مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، وهي دولية، أي أن خطابها عام لجميع المسلمين وجميع في كافة الأقطار المشاركة. ثم هي معروفة أيضا في أن موضوعها هو القرآن الكريم في جانبه الأدائي وفي جانبه الدلالي، مع رعاية أن تكون أوعية الحفظة متحصرة على القرآن الكريم. في مقاصدها معروفة أنها تربط وتصل الشباب بالقرآن الكريم في مختلف مستوياته الأدائية والافتكارية والسلوكية والتربوية. ثم لها معروف أن لها أيضا وسائل وإجراءات تتوسل بها في تحقيق هذه المقاصد، من ذلك أنها تنتقي من الحكام أخيارهم وأصحاب الكفاءة فيهم، كما يجبى أيضا إليها من المتبارين أيضا من تنتقيهم ومن يعني يحصلون على المراتب الأول في مختلف الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن دواعي الفرح والسرور مشاركتي في تحكيم هذه الجائزة المباركة، جائزة محمد السادس لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتفسيره وتجويده في دورتها 17، وأمثل بلدي المملكة العربية السعودية في تحكيم هذه المسابقة، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه المسابقة خير وبركة. المشاركون في هذه المسابقة عددهم يفوق 50، ومن أكثر من 33 دولة، ويتنافسون في فرعين من فروع هذه المسابقة، وأرى فيهم يعني الحرص والتنافس والجد والاجتهاد، وهذا ديدن المسابقة. وقد يسر الله لي أن شرفني بتحكيمها في عام 2014 في دورتها 9. شكر الله لكم هذا اللقاء، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشارك اليوم في جائزة محمد السادس الدولية في دورتها 17 بدولتنا المغرب العربي الشقيق في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده مع تفسير بعض أجزائه. وأنا اليوم يعني بعد كلمة معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة المغرب نشعر بسعادة بالغة، وقد يعني رأينا إكرام أهل القرآن هنا في المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدولة ويحفظ أبنائها وما فيها يا رب العالمين.